مو ظروفي كلش صعبة يعني، التمت علي ثلاث أيام أسبوع أصبر علي. أنا أصبر بس هالشهر أصبر علي، الله يخليك، والله ظروفي كلش صعبة، أجل إياها بس أسبوع أو أسبوعين. منا للعصر، يجيش تبليغ للجيش. فتحبسني حالي حال الحرامية، أنا مرة كبيرة الله يخليك، ترى ما يصير هيجي. كان واضح على الناس الصدمة فعلا، بس لسه ما حدش اتدخل. هذا اللي شفته منك خلص. ليش؟ مو ده أسدد لك كل شهر بشهرة، الله يخليك، مهني بس أسبوع، بس أسبوع أجل. حدش للعصر آخر شيء تبليغي وصلك البار. العصر ما أقدر، صعبة من أنا أجيب، أنا أدبر حالي في دول عين. أروح أتدين شو شلون أدبر حالي. للأسف المفاجأة صعبة والحيرة واقعة. بس ظروفي صعبة صارت بهاي الشهر اللي فات. بس قاعد بقول لك ظروفي صعبة. بس يأجلني. متشوف ولا شوف قصدك قبل تبشوك قبل تاعي. مثل أختك مثل أختك مثل أختك مثل أختك. الرحمة مكانها القلب ودليلها الأفعال بجد. بس أجلني يا أسبوع. صار شهر بس على كيفك كل مرة شنو المشكلة عندك؟ أنت هجيب فلوس. جد حساسك جد حساسك. ديانا شديد. ما رايد شيء بس يأجلني أسبوع. على أهلك سوي لي إياه قصر لي إياه خلي بعد تطيها. أنا أدبر حالي مو كل شهر بشهر عن طيس اسأل. صدق صدق يعني ثاني شلون أقول قلبي انكسر قلبك ما انكسر صدق قلبي انكسر قلبك ما انكسر. هي دي صدمة بجد. ترى الدنيا ما صارت. إيه في دول عانج بالليلة بس يأجلني. الدنيا ما صارت. أنا على باب الله صار. والله على رأسي أوكي ما صارت الدنيا. أنطيك أنا 50 سال وياي أنطيها في فترة بالكيت يعني تقدر فعلا تسدد يعني. ما أقدر. أقدر أخذ تليفونك. نعم. تليفوني انا هسه بشايله من الدوام يعني بقى. عافيه الله يخليك مديره هاي ما اقدر اتاخر يعني انا ما اريد بس رقمك على مستحيل ما رايد شيء طلع هاي المهلكه فتره اخيره خلي انطيك علي 50 هسه خلي انطيك علي 50 هسه الرحمه من عندك يا رب اجني مو مال تبلغ علي لا اقول لك هل هلا بالمرور شويه وياها الله الله بالعالم الله الله بالعالم انا هم عندي حسابات ادخلها على باب الله ادري على باب الله تشوف المره اللي تمشي تتوسع شنو اللي اسوي شنو اللي اسوي ايش قد حساب هالمره 625 625 لا الله يخليك انا ما اريد فلوس بدول عنك باوع بعد احتياجك بس قول لي اجل لي اياها انا ادبر حالي الله يخليك لا مو شيء لا بدول عنك على شنو مشيها وهنا كان لازم ندخل مرحبا انا على حسين وهذا برنامج اسمه الصدمة والمشهد كان مشهد تمثيلي وأنا آسفة أنه رحتي للبيت وظل مأذيك الموقف ورجعتي أنا آسفة إحنا نعتذر على هذا المشهد التمثيلي وبعرف شنو دمعتك يا معود صدق كذب من بين عليك هيك شفتك رحت وخابرت شنو اللي بداخلك صار اللي ما خلاك تسكت على هاي الحالة ما يصير تسكتين على هاي الحالة لأن أكو هواية ما عندهم هسه بالعراق هي طلبت من عندكم بس أنه تأجلون الوقت مال المهلة اللي نعطيه اياه شنو اللي خلاكم تتدخلون مرة كبيرة يعني ومبينة يعني ما ادري يعني بس مثلت صحيح يعني ما اعرف شلون دائما تحبون تحققون فد عدالة من تشوفون واحد مظلوم يعني تحس واجبك انه اكيد طبعا اكيد وكل ما العراق انت تعرف بس غير الظروف صارت كلهم قلوبهم طيب العراق